وهنا المنصة الأولى من نوعها بالعالم من بروميت بميزتين تنافسية تميز عن المنافسين ومعتمدة من أبل بالبداية المنصة بتصميم أنيق ومميز وجودة تصنيع عالية ومع هالمنصة الصغيرة تقدر تشحن أربع أجهزة بنفس الوقت والمميز في المنصة أنها بقدرة 57 واط وأول مرة تمر عليها منصة بهذه القدرة العالية ويجي مع المنصة شاحن صغير حجم وبقدرة 67 واط تقدر تغير البلاج الخاص فيه وتستخدمه كشاحن عالمي وكابل التايب سي ونرجع للمنصة وبالبداية عندنا ماك سيف لأجهزة الآيفون بقدرة 15 واط وثبات الماج ممتاز وشحن كيو آي تشحن من خلال السماعة أو أي جهاز يدعم الشحن وايرلس مثل الجالكسي ألترا والميزة الثانية في المنصة والوحيدة المعتمدة من أبل في العالم هو شاحن بقدرة 7.5 واط ألترا فاست متوافق مع ساعات أبل العادية والألترا يعني شحن الساعة بيكون الأسرع مقارنة بكثير من المنصات اللي حدها 3 واط لشحن الساعه واخيرا منفذ شحن تايب سي بقدره 24 واط من خلاله تقدر تشحن اي جهاز مثل العيبات ولما وصلت عليه اللابتوب شحنه لي منصه بكفاءه عاليه لشحن منظومه ابل وكل اللي تحتاجه كيبل واحد